ثنى على القلب وجه الوطن لقينا وهيلا وشعبا اصيلا. حلقة خاصة جدا عن الفريق سعد الدين الشاذلي. اتكلمنا كتير في حلقات عقيدة العسكر من الجهادية إلى كشوف العذرية عن تطور عقيدة العسكر على مدى العصور من أيام الفتح الإسلامي ولحد الأيام الفحلوي اللي احنا عايشينها دي. كنا بنوصف الحالة ونحاول نرصدها بناء على المعلومات اللي وصلت لنا، وما كناش بنركز قوي في تحليل أسباب التحول، واتكلمنا بسرعة جدا جدا عن حرب أكتوبر وتحول عقيدة العسكر وقتها في لحظات خاطفة حققت نصر خاطف على العدو. الإعلام بتاعنا اللي بيطبل لأي رقاصة كان بيغير أسباب النصر حسب الرئيس اللي بيحكم. يعني مثلا أيام السادات كان سبب النصر هو توقيت وقرار الحرب بتاع بطل الحرب والسلام. أيام حسني كانت الضربة الجوية. أيام طنطاوي كانت فرق المشاه ودورهم العظيم. أيام الإخوان لا، دول بعونا في محمد محمود، ما لناش دعوة بيهم. في رأيي الذي لا يعتد بيه إن في سبب رئيسي مهم جدا تم الردم عليه، وكان هو الوسيلة لدمج كل ما سبق من أسباب مع بعضه ووضعه في خطة واحدة بخطوط واضحة وتلقينها للجنود. العملية دي بيسموها في الجيش العقيدة العسكرية، الميليتري دكترين. في الجيش العقيدة مش بس فكر وإيمان، لكن تكتيكات وتصرفات وتحركات وخطط واشتباكات، والسؤال هو ازاي تحول جيش 67 المهزوم الهربان المتفكك لجيش منتصر قدر يعبر القناة ويدمر خط بارليف الاسطوري؟ ازاي الجيش اللي كانت ميكروفوناته بتلعلع باغاني الست وحفلات الرقص والهلس بحجة الترفيه عن الجنود اتحول وبقى فيه 50 وحدة صوت بتلعلع بالله اكبر والجنود بيردوا عليها بامتداد الجبهة؟ ازاي عقيدة الجيش المخلع ده اتحولت لجيش منضبط زي الساعة؟ وعلشان نحاول نتخيل درجة الانضباط، الفريق سعد الدين الشاذلي بيحكي قصة كان صعب عليا استيعابها شويتين. طبعا كلنا عارفين ان التصوير اللي بيظهر في افلام حرب اكتوبر ده مش حقيقي، دول شوية كومبارسات بيعيدوا تمثيل اللي حصل كده في الرحرحة. الفريق بيحكي انه ليلة الحرب دخل ينام بدري علشان يبقى صاحي فايق تاني يوم، لانه ما يعرفش لما الحرب هتبدأ هيقدر ينام تاني امتى. لكن اول ما حط دماغه على المخدة وزي اي طالب مجتهد ليلة الامتحان قعد يراجع المقرر في دماغه. خطة العبور مشهد مشهد، ولما يخلصها لحد الاخر يرجع يعيدها من الاول تاني. وبعدين ضربت في دماغه فكرة ان يجيب مخرج يصور الحرب كاملة، طيارة هليكوبتر تطلع تصور العبور فيديو للتاريخ وللاجيال الجاية. لكن كان قلقان من حاجات كتير جدا وكتب عنها في مذكراته، من ضمنها ان ممكن الجنود المصريين يضربوا الطيارة دي بالغلط، خصوصا ان القرار جاي في وقت ضيق شوية، او انه هيحتاج يعرف المخرج الخطة كاملة علشان يعرف يصور، وده امنيا مش هيبقى مناسب. وحاجات كتير قعدته في صراع نفسي رهيب طول الليل يناقش نفسه. المهم ان القرار النهائي بتاعه كان انه مش هيصور. وبيحكي الفريق في مذكراته، وهنا مربط الفرس، انه ندم جدا جدا على القرار ده لما شاف مشاهد الكومبارسات وقعد تمثيل العبور. وخلينا نفتكر مع بعض المشاهد اللي بيحكي عنها وقد ايه شكل الجنود وقتها كان منظم وفي تناسق. وبالرغم من اننا عارفين انه تمثيل، الا ان جسمنا كان بيقشعر وشعر راسنا بيقف وعينينا بتدمع، واحنا شايفين الجنود ماشيين في صفوف منتظمه وبينزلوا في نفس الوقت للقناه، والجسور بتتركب وسط الميه مظبوطه بالسنتي والدبابات بتجري عليها. بيقول الفريق انه كان ندمان جدا لما شاف المشاهد دي، واقتبس هنا من كلامه ان بعض هذه الصور تمثل جنود يعبرون بصورة غوغائية، يعني عدم فيها الضبط والربط والنظام الدقيق الذي كان مفروضا اثناء العبور. انها صور لا تمثل الجند المصري الذي عبر القناة، وكم اشعر الان بتأنيب الضمير. يعني المشاهد الوهمية دي كانت هرجلة لو قارناها بالحقيقة. يا اختي امال لو شاف دلوقتي الشباشب والكاوتشات ازاي بقى؟ ازاي الجيش اللي هرب من مواقعه وبالسلبات يبقى بالنظام ده؟ في ابريل 1922 في محافظة الغربية اتولد سعد الدين الشاذلي، اسرة مستريحة. والده كان من اعيان مركز بسيون، وهو عنده 11 سنة عز المعبول القاهرة. 1940 اتخرج من الكلية الحربية، 43 انضم للحرس الملكي الكعب العالي بتاع الجيش، وشارك بعدها في الحرب العالمية الثانية. في 48 ما استحملش يقعد في الحرس الملكي وطلب انه يلتحق بحرب فلسطين، واسس سلاح المظلات في الجيش المصري، وكان قائد الكتيبة 75 وقت العدوان الثلاثي على مصر في 56. محطات كتير بعدها في الكونغو ولندن واليمن وقيادة الصاعقة ومنطقة البحر الأحمر، وبعدها المركز الأهم وهو اللي يهمنا النهاردة، رئاسة أركان حرب القوات المسلحة المصرية من 1971 ل 1973. الحقيقة أن سبق الشاذلي شغل كتير في إعداد الجيش من بعد 67، لكن زي ما بيقول كتير من الخبراء العسكريين أن توجيهات الشاذلي وتحديدا التوجيه 41 هي اللي كانت ليها الدور الرئيسي في نجاح العبور. يا ترى ايه حكايه التوجيهات دي؟ الفريق الله يرحمه ويتقبله كان متعود في كل مراحل قيادته انه دايما يفضل على اتصال برجالته، كل رجالته من اعلى رتبه لاصغر عسكري، اتصال مباشر من غير وسيط. حتى لما بقى قائد منطقه كبيره زي منطقه البحر الاحمر كان بياخدها كلها ازح
من فوق لتحت في 15 يوم، يقعد مع العساكر يشحنهم بروحه وحماسه ويسمع منهم ويعرف شكوتهم ويديهم مكافآت وترقيات ويروح على المعسكر اللي بعده وهكذا. لما بقى رئيس أركان والدنيا كبرت منه قوي بقى مش قادر يعمل الكلام ده، بينه وبين العسكري اللي على الجبهة 7 مستويات قيادة، فراح قاسم المستويات دي بالنص، عمل لقاء شهري يضم فيه 3 مستويات تحته، يسمعهم وينسق ما بينهم ويشحنهم ويوصيهم. طب والباقي؟ عمل لهم التوجيهات، 53 توجيه و8 كتيبات. كتيبات بتتوزع على كل افراد الجيش، اغلبهم كانوا كتيبات صغيره كده في حجم حصن المسلم. كتيبات كان فيها العجب، على الصفحه الرسميه للفريق سعد الدين الشاذلي اللي هتلاقوا الرابط بتاعها تحت الفيديو هتلاقوا منشور كتيب اسمه عقيدتنا الدينيه طريقنا للنصر. تخيل انت بقى يا معلم لما تبقى جندي، كل اللي كان بيوصل لك عن قيادتك قبل 67 اخبار عن مغامراتهم مع الرقصات والفنانات والهلس والسرقه والاختلاس وصراعات السلطه والنفوذ، وبعدين دلوقتي بقى اللي بيوصل لك من القياده عقيدتنا الدينية طريقنا للنصر. في مقدمة الكتيب ربط مباشر ما بين العقيدة والإيمان وما بين نصر ربنا، وبالرغم ان العناوين كلها عناوين حركية الا ان المعاني اللي فيها معاني انسانية دينية راقية جدا. وعبقرية التوجيه او الكتيب ده انه مش بيخاطب المسلمين بس، الكلام موجه للجيش ككل، مسلمين ومسيحيين. ازاي بقى قدر الفريق رحمه الله ان يكتب كتاب عن الجهاد يسخن فيه المسلمين والمسيحيين؟ في كلمات بسيطة جدا مستهدف منها عسكري واقف بسلاحه ايا كان دينه او ثقافته او دراسته، توفيق عجيب من ربنا سبحانه وتعالى، ثم عبقرية فذة من الراجل ده الله يرحمه. من الحاجات الوهمية في الكتيب ده لما تبص على الفهرس انه تكلم عن شعار الحرية والكرامة الانسانية قبل ما يتكلم عن الانضباط والطاعة والقيادة. الكلام ده في الجيش يا اخوانا، بيتكلم عن الحرية والكرامة في الجيش. في الجيش رئيس الاركان بيكلم الجنود الصغيرين بيقول لهم حرية وكرامة انسانية. أهم وأخطر توجيهات الشاذلي هو التوجيه 41، وكان بعنوان الفرقة المشاة في عبور مانع مائي. في دور كل عسكري وظابط وقائد في الجيش من أول ما يقولوا لهم الحرب تبدأ الساعة كذا يعملوا إيه بالظبط؟ التوجيه اسمه توجيه 41 اللي هو الفرقة المشاة في عبور مانع مائي، يشمل واجب القائد الفرقة من اعتبار من قائد الفرقة إلى أحدث عسكري يعمل إيه من ساعة ما نقول له إيه الحرب الساعة كذا يوم كذا. التوجيه ده بقى كان حاجة فخمة كده، يعني 750 صفحة، استمر إعداده 5 شهور وكان جاهز في شهر مارس 1973. 5 شهور الفريق بيجمع فيها عصارة الخبرات اللي في الجيش، مش بس الخبرات كمان إبداع الشباب. بيحكي اللواء أركان حرب سمير فرج إنه لما كان لسه طالب في الكلية الحربية مدير الكلية الحربية بلغهم إن الفريق الشاذلي جاي يزور الكلية وهيقعد فيها يوم كامل علشان يناقش معهم التوجيه 41. فضلوا يجهزوا ويذاكروا ويحفظوا في التوجيه كذا يوم لحد ما جالهم الفريق وقعدوا معاه ناقشوا التوجيه حتة حتة وقادلوا فيه بدلوه. التوجيه كان فيه كل حاجة بالتفصيل، من أول لبس الجنود ومقاس الجيوب بتاعت البدلة ونوع القماش ونوع تسليح كل فرد وهيقعدوا إزاي في مركباتهم اللي هتنقلهم لمواقعهم، كل واحد مكانه كان بيبقى ثابت ما بيتغيرش، إزاي هنهاجم مواقع العدو، كل موقع وليه طريقة، جدول زمني دقيق جدا، التحرك من الساعة 0 الساعة 1 كل واحد هيكون مكانه فين، الساعة 2 هنكون اقتحمنا ايه بالظبط، الساعة 3 الساعة 4 الساعة 5 الساعة 6. إن التاريخ العسكري سوف يتوقف طويلا بالفحص والدرس أمام عملية يوم 6 أكتوبر سنة 73 حين تمكنت القوات المسلحة المصرية من اقتحام مانع قناة السويس الصعب واجتياح خط بارليف المنيع وإقامة رؤوس جسور لها على الضفة الشرقية من القناة بعد أن أفقدت العدو توازنه كما قلت في 6 ساعات. كل واحد من الجنود بتجيله الحتة بتاعته اللي تلزمه من التوجيه 41، يحفظها صم، يتدرب عليها ويكرر، يفطر ويتغدى ويتعشى على التوجيه 41 على رأي بتوع كمال الأجسام، eat, sleep, train, repeat. فلما بدأت الحرب ما كانش على المقاتلين إلا أنهم يتحكموا في مشاعرهم ويعملوا اللي بيعملوه كل يوم. الـ24 ساعة الأولانين ما فيهمش أي أوامر، أوامر كلها مسبقة وكل واحد بينفذ الرول بتاعه كما لو كان في طابور تدريب تكتيكي. الفريق الله يرحمه كان متأكد من النصر تماما زي ما بيقول. بالتحضيرات وبالحسابات العلمية أنا كنت واثق تماما بأن احنا لازم هننتصر، وبالشحن المعنوي اللي احنا كنا بنديه للأفراد كنت واثق تماما ان احنا هننتصر. واكتر حاجة طمنت الجنود هي التطابق العجيب ما بين توقيتات التوجيه واللي حصل فعلا على الارض. احنا في 6 اكتوبر كل واحد قدامي جدول زمني
كل اللي انا بشوفه ان ايه تتابع فقط بقى اتابع واشوفه ماشي ولا لا، وكان شيء مذهل ان هو ماشي طبقا للتوقيت. خلطه عقيده جيش اكتوبر كانت واضحه ما بين توجيه عقيدتنا الدينيه وتوجيه 41، لكن من بعد كامب ديفيد والعقيده دي تم استبدالها بالكامل بعقيده امريكاني بالبشاميل. I think everybody here knows that from the 1979 peace agreement several things happened, the peace agreement between Israel and Egypt. At that time, what I think most people don't realize is the Egyptian military made a commitment to move from their Soviet roots, training, equipping, to a U.S. model. And that was a big decision because it's a major way of transferring in concepts and doctrine and equipment. In the course of time, of course, with our the U.S. assistance, the military has come a long way, has really adjusted to a Western, particularly U.S., style of operations and equipment. And I just bring this up because I think that people think that the $1.3 billion is some sort of gift that just arrives. First of all, much of that is done in kind with U.S. equipment, U.S. training, officers and NCOs that come to U.S. schools. I just lectured at Maxwell Air Force Base at our Air Command and Staff College, and we're Egyptian officers in there, as they are in every one of our military schools. الفريق ترك تراث عسكري وفكري عظيم. صفحته الرئيسية شغالة في تجميعه ونشره، والحقيقة هو تراث مليان مفاجآت. وكتابات كتيرة منشورة ليه، أغلبها اتكتب واتنشر في الجزائر وقت ما كان شبه منفي هناك. أنصحكم بمتابعة الصفحة وهتلاقوا الرابط لها تحت الفيديو، وهم بيناشدوا أي حد عنده أي كتابات للجنرال وخصوصا أي نسخ من التوجيهات إنه ينشرها أو يبعتها لهم هم ينشروها. ده ورثنا من جيش أكتوبر يا إخوان، ومن حقنا ومن حق الأجيال اللي هتيجي بعدنا إنها تطلع عليه. وفي النهاية لا تنسوا الفريق من صالح دعائكم في الأيام المفترجة دي، وادعوا لعل ربنا يخرج لنا من وراء أكياس المكرونة والحلل والبوتاجازات قائد مجاهد زي الجنرال. تم على القلب وجه الوطن لقيلا وهيلا وشعبا أصيلا.